اعصري الليمون على الجيلاتين، اقوى من ابر النضارة، هيخلي بشرتك زجاجية ومشدودة، وهتقولي وداع للتجاعيد، هيخليكي ناصعة البياض كالحليب الصافي، ماسك العرايس اللي هيخليكي تنوري. ترند ماسكات اسراء فتحي للعرايس، ودي سلسلة انا عاملاها مخصوص للعرايس، طبعا للبنات والعرايس وكبار السن، بجد ده هيصغرك 20 سنة، هتقولي وداعا للتجاعيد لو عمرك فوق 70 سنة. أول حاجة كده شاركوا الفيديو علشان الكل يستفاد، بجد الوصفة دي هتصغرك 20 سنة وهتخليكي تنوري. ولو أول مرة تشوفوني، أنا مامة سولة إسراء فتح سكتشن. أول حاجة كده هنجيب معلقتين من الحليب البودر، وهنعصر عليه نص ليمونه، وما ترميش النص ليمونه. تعالى اقول لك فكره تعمليها كل يوم او بعد كل شاور. هتجيبي نص ليمونه كده تكوني عصراها كويس، وهتحطي فيها نص معلقه من العسل، هتدعكي بيها كفوف ايدك والاندر ارم تحت، يعني المنطقه اللي هي تحت الدراع اللي هي الابط يعني، وكمان منطقه الباكيني. عايزه اقول لك بتديكي تفتيح فوري وريحه حلوه جدا، بتمنع ظهور العرق، وحتى لو في عرق فما بتخليش ريحته كريهه، بالعكس بتخلي المنطقه اللي هي بتاعت الاندر ارم ناصعه البياض. ودي جربيها بقشر الليمون، واوعي ترميه تاني من النهارده. بعد كده هبدا اضيف معلقه من العسل الابيض، وهبدا اضيف الكورن فلاور، وانا هنا ضفت معلقتين من الكورن فلاور يعني النشا يعني. وهبدا بعد كده ان انا اجيب المكون الاساسي وهو الجيلاتين. وانا عايزه اقول لك ان الوصفه ديت قسما بالله ليها مفعول السحر، هتفتحك 4 درجات. لو في اثر للحبوب هتختفي، لو في بقع داكنه مش هتلاقيها ولا هتلاقي تصبغات، هتشيل الشعر الوبري، بجد هتزيل التجاعيد بطريقه انت مش متصوراها. ضفت 3 معالق من الجيلاتين، وهبدا اضيف الميه المغليه، ولازم هنا الميه تكون مغليه علشان الجيلاتين يدوب معانا كويس جدا. وهبدأ أدوب وأخلط كويس جدا، أقل حاجة 3 دقايق. أنا عايزة الجيلاتين ما يبقاش محبحب، يدوب تماما مع كل المكونات والمية المغلية. أحلى ما في الوصفة ديت إن كل مكوناتها طبيعية، فهتخليكي عايزة أقولك قسما بالله أقوى من إبر النضارة. وأنا بقسم لك، لأن أنا واثقة إن أنت بعد ما تجربيها هتبصي لنفسك في المراية مش هتصدقي جمالك. فتعالوا لي بقى هنا يا احلى عرايس واحلى بنانيت واحلى ناس كبيره في السن وجربوا الوصفه دي. ضفت معلقتين من الدقيق الابيض وحاجه بسيطه جدا من الفانيليا. هتسالوني عن الفانيليا، انا عايزه اقول لكم ان الفانيليا من اكتر الحاجات اللي بتحفز الكولاجين في البشره وبتشد التجاعيد. هقلب كل الكلام ده كويس جدا جدا مع بعض لمده 3 دقائق. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتبوا لي في الكومنتات لو وصلت لحد هنا، انتوا بتشوفوني أو بتتابعوني من أي بلد أو من أي دولة. كده القناع بتاعنا بقى جاهز. لو هتسألوني هنعمله كم مرة، أنا كإسراء بعمله 2 مرات في الشهر. لو انت عروسة اعمليه 3 مرات أو 4 أو 5 مرات تبع احتياج بشرتك. هو مش هيأذيكي، هو هيفيدك وهيخليكي قمر 14. لو انت كبيرة في السن مفيش اي مشكلة ان انت تعمليه 2 مرات في الاسبوع لمدة شهر. هتفرديه على وشك بالشكل ده او اي منطقة في جسمك، اهم حاجة نبعد عن الشعر لان هو بيشد شوية، فاحنا هنفرده، واهم حاجة نسيبه لمدة 10 دقايق فقط أو أقل. أنا مش عايزاه ينشف، مش عايزة أشده زي الورقة، لا أنا عايزاه يبقى فيه شدة كده، اللي هو يبقى ناعم ويبقى طري وأقدر أفركه في إيديا. أنا استخدمته لوشي، وقسما بالله بعد ما خلصت أنا ما صدقتش اللي حصل في وشي. يا دوب كده فرقته في حركات دائرية على وشي، وغسلت وشي بالمية اللي باردة اللي هي من الحنفية عادي جدا، والله العظيم لقيت وشي أبيض زي الورد، زي الحليب الصافي، مفيش بقع، مفيش تصبغات، مفيش تجاعيد، مفيش شعر وبري، مفيش أصل لأي حبوب. زي ما انتوا شايفين انا كنت عاملاه في ايديا ووشي. بجد جربيه، لو انت عروسه هتدعيلي من قلبك، لو انت كبيره في السن هتدعيلي، لان التجاعيد هتختفي في اقل من 10 دقايق بس. كل اللي انا طالباه منكم تشاركوا الفيديو علشان غيركم يستفاد.